لم يكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخص عادي، فثقافته وحضوره منذ صغره كانوا سبب إعجاب زملائه والتفافهم حوله، مما ساعد في تكوين شخصية قيادية منذ البداية، وكأن تلك التجارب التي مر بها كانت تؤهله ليصبح رئيساً لمصر فيما بعد، ومما جعله أيضاً محط اهتمام الكتاب والمفكرين في مؤلفاته. لكن المفاجأة الحقيقية أن عبد الناصر كتب لنفسه وعن نفسه. اهتم جمال عبد الناصر بالقراءة منذ صغره، أعجب بالأدب الفرنسي خاصة كتابات فولتير، كما أعجب بكتابة توفيق الحكيم، تعتبر روايته عودة الروح نقطة بداية عبد الناصر في كتابة قصته الأولى تحت عنوان في سبيل الحرية. هذه الرواية التي ألفها في المرحلة الثانوية لكنها لم تكتمل، وقامت وزارة الثقافة بإجراء مسابقة عام 58 لاستكمالها. فاز بالمسابقة الكاتبان عبد الرحمن فهمي وعبد الرحيم عجاج، وقامت وزارة التربية والتعليم بإدراجها في مناهج الدراسة خلال العام الدراسي 70-71. تدور أحداث الرواية حول الحملة الفرنسية التي قادها فريزر على رشيد عام 1807، وعن محسن الذي كشف خيانة الأتراك وقرر تحرير المقاومة من خطرهم. أما في الكلية الحربية انصب اهتمامه على قراءة كتب التاريخ العسكري التي تتناول حياة القادة العسكريين كنابليون بونابرت، وساعدته هذه القراءات لتلك الكتب باللغة الإنجليزية في صقل لغته وتطويرها. ألف عبد الناصر كتاباً آخر أسماه فلسفة الثورة، والذي قام بتحريره وصياغته الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل. الكتاب عبارة عن خواطر سياسية تعبر عن آراء وأفكار جمال عبد الناصر، لكنها ليست لشرح أهداف ثورة يوليو 52 وحوادثها، إنما هي دورية استكشاف لنفوسنا لنعرف من نحن وما هو دورنا في تاريخ مصر المتصل الحلقات، وأيضاً استكشاف الظروف المحيطة بنا في الماضي والحاضر لنعرف في أي طريق نسير. كان هذا جزء من مقدمة كتاب فلسفة الثورة نشر عام 1954، كما ألف كتاباً آخر بعنوان يوميات عن حرب 1948 الذي يحكي فيه مقتطفات عن حياته على الجبهة في حرب فلسطين، ويروي فيه أهم الأحداث التي عاشها ورآها بنفسه مع كتيبته. تم نشر اليوميات في مجلة آخر ساعة عام 1955، ثم تم جمعها في كتيب صدر عن مؤسسة الوطن العربي في باريس عام 1978.